تعالي هنا يا مخرج، تعالي عند نواف. كيف حالك استاذ نواف؟ انت كويس؟ وش الحلاوه اليوم ما شاء الله؟ وش النظاره هذه؟ هذه طال عمرك ما هذه نظاره صدق، والله ما بنعيها كشخه ولا لا؟ والله صدق، لا والله عيونك فيها شيء؟ لا والله صدق طلع فيها شيء، والله صدق طلع، لان اخذ منك حته ما شاء الله. والله اي، وش المشكله اللي فيك؟ قصر نظر؟ لا طال عمرك بعد ما عندي نظر، من بعيد ما اشوف. انت خابر يوم اني من اول البعيد ما تشوفه؟ اي انت خابر من اول يوم اني اقول لكم في شيء في عيني وطلعوه كائن غريب. اي الظاهر قد علمتك السالفه. ما في احد ما علمته. وش كان الكائن هذا؟ ما ادري والله وش هو. اجبته طال عمرك. طيب معليش اقطعك، المتسابق هذا اللي جالس هنا من مشعل؟ واضح صح لانك لابس نظاره. اي طيب ليش متاخر؟ يا اخي مصحين او متاخرين يا اخي؟ من اللي مصحيك؟ لا ما بدون ذكر اسامي. ها بس صحينا متاخرين والله. طيب اسمع، هل وانت قاعد تقشر البطاطا على قولة عبد الله الشهراني؟ ايوه. ابي اسمع منك شيء بالفصحى. مثل ايش؟ اي شيء فصيح. طبعا انا مجهز لك نص ابغاك تقراه بعد شوي، بس الحين ابي شيء من ذوقك انت. فصحى. اي وانت تقشر لا توقف. الوجه بدر والعيون كانها سلام، سهم يداوي موضع المتالم. بس هذا اللي اتذكر. امانك والله انا كمل. والله هذا اللي لساني. ابدا بوحده ثانيه عاد، اهم شيء ما توقف. في وحده قلتها قبل فتره. ولا عطني قصه بالفصحى. لا ما يصح اعطيك قصه، الوقت ما يسمح والله. طيب ابغاك مثلا توصف لي تقطيع او تقشير البطاطا الحين بكلام فصيح يعني. ما اعرف والله، تحجبني شاعر؟ مو بشاعر، ما هو قصيده، نثر. ما اعرف والله حتى. قطعتها مثلا 99 قطعة. تعال بدك تشوف قدالي. طبعا الشباب قاعدين يحلون المسألة حقت ابو علي اليوم، جايب لهم